حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من مساء الخير، فقرات منوعة بنطلع عليكم من خلالها إن شاء الله في حلقة يوم الثلاثاء. مشاهدينا، ومع يعني مع أولى فقراتنا، صدرت ثلاث قرارات عن معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء تتعلق بتنظيم الأنشطة التجارية وإجراءات السجلات التجارية، واللي تهدف إلى تطوير المنظومة التجارية من خلال تسهيل الإجراءات وتعزيز مرونة الأعمال، مما يساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومتكاملة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا في الاستوديو الأستاذ فيصل صالح، الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة، وبدر السعد مدير إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة. حياكم الله. نورتونا ونورتونا. خلونا نبتدي يعني احنا بالقرار 53، يعني ما هو هذا القرار 53؟ في البداية حابين نشكركم على استضافتنا اليوم وتحت الفرصة لنا ان احنا نقعد معاكم ونستعرض القرارات. طبعا القرارات اللي اصدرت المتعلقه بوزاره الصناعه والتجاره تعكس حرص الحكومه الموقره بقياده سيدي صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد رئيس الوزراء، وحرص وزير الصناعه والتجاره على التركيز والتاكد من البيئه الاستثماريه، والتاكد ان القرارات اللي تصدر من الوزارة تصب في مصلحة الشركات البحرينية. نعم. طبعا قرار رقم 53 إذا بنشرحها بطريقة بسيطة هو نقدر نقسمه إلى قسمين. القسم الأول يتعلق بالاستثناءات المعنية بالشركات الأجنبية اللي ممكن تمارس أنشطة في مملكة البحرين، منها نشاط الموزع المعتمد. تم رفع رأس المال المطلوب، مسامحة، تم رفع القيمة اللي الشركة لازم تكون عليها اللي هي 750 مليون قيمة سوقية، لا مش القيمة السوقية، الله يسلمك، الريفينيو اللي هو اي نعم، انزين 750 مليون يورو. وتم رفع عدد الدول بحيث انه صار لازم على الشركة تكون موجودة في 10 اسواق. وتم تحديد 100 الف دينار ك رأس المال للشركة في مملكة البحرين. جميل. وبالإضافة إلى هاي الشغلة صار في تحديد للمعايير اللي ممكن تكون تحدد لها الشركة ذات أهمية اقتصادية. نعم. في مملكة البحرين. نعم نعم. أخي بدر، أيضا بالتزامن مع صدور القرار 53 كان في هناك القرار 62 أيضا، وهما يعني يأتون في هذا السياق طبعا أكيد، بس نبي نفصل أكثر يعني. طبعا مشكورين على الاستضافه اولا، واحنا طبعا هاي فرصه لنا ان احنا نوضح المقصود بالقرارات، اعتقد لها اهميه لشارع التجاري في مملكه البحرين. بشكل سريع محور طبعا شلون تخدم الشارع، لكن احنا نبي الان نعم. يعني اللي هو القرارين 62 63 صحيح، يعني طبيعه القرارين. نعم. بشكل سريع ومختصر عن موضوع القرارين، احنا نتكلم عن القرار رقم 62 لسنة 24، تضمن القرار تعديل على بعض الأحكام في اللائحة التنفيذية الخاصة بالسجل التجاري، صدر بقرار 126 لسنة 2016. تم فيه تعديل أربع مواد، المادة الأولى هي السادسة، وهذه المادة يعني تركزت على موضوع الأشخاص المخولين بتقديم الطلبات الخاصة بالسجلات التجارية. وكذلك تم تعديل ثلاث مواد أخرى اللي هي 16 و20 و21، وهذه المواد سلمك الله تركز على موضوع شطب وإعادة السجلات التجارية الغير مجددة. وهذه طبعا جزئية جدا مهمة إن شاء الله بنتطرق لها، ولكن وصلنا في تابعناه بالقرار الثاني اللي هو قرار 62 لسنة 24 أو 63 لسنة 24، اللي هو تضمن تعديل مادة بشأن موضوع الغرامات في تجديد السجلات التجارية، بحيث أن تم إتاحة الفرصة في تعديل المادة. في السابق كان السجل التجاري بعد ثلاث سنوات لا يمكن استعادته، لا يمكن إرجاعه، الآن بالإمكان ذلك، وتم إضافة هذه الغرامة اللي هي 500 دينار وتوصل إلى سقف 5000 دينار. جميل. هذا بالنسبة حق القرار 62 63. نرجع لك أخوي فيصل، بالنسبة حق القرار 53 شلون راح يخدم الشارع التجاري البحرين؟ الله يسلمك. لو احنا نشوف المعايير اللي تم تحديدها، مثلا 750 مليون يورو حق الإيرادات السنوية حق الشركة عالميا،
أو أنها تكون متواجدة في 10 أسواق. هذا الشيء يؤكد أن الشركات اللي راح تدخل في مملكة البحرين تمارس الأنشطة يكون عليها استثناء أو تقوم بالتوزيع راح تكون شركات ذات أهمية اقتصادية عالية، وما راح يكون في يعني الشركات هذه راح تؤدي إلى أن الشركات البحرينية تنافس مع شركات يعني نقدر نقول ذات معيار عالي وذات خبرة عالية، وتعزز من السوق والاقتصاد البحريني عامة. نعم. وتساعد التاجر البحريني في يعني مثل ما يقولون أنه هو راح يكون هو الخيار الأول، وراح يكون هو الشخص اللي مثل ما يقولون الشركات الخارجية راح ترجع له وتوقع معه في حال موزع معتمد مثلا. يعني أنا أخوي بدر يهمني نحن نوقف عند أوجه الاستفادة المتحققة بالنسبة حق أصحاب السجلات التجارية اليوم، اللي يكون نعم. سجلات تجارية شلون بيستفيدون اليوم؟ يعني نتوسع في ذي الجانب شوي. أي نعم إن شاء الله. إحنا طبعا إذا تسمح لي قبل ما أدخل في تفاصيل الإجابة على هذه السؤال، لأن أقول لك إن إحنا كوزارة صناعة وتجارة بقيادة سعادة الوزير هناك حرص على أن نكون قريبين من الشارع التجاري، أن نسمع إلى جميع الملاحظات، الأمور الخاصة بتسهيل إجراءات السجلات التجارية. فكان التركيز في تعديل هذه المواد أن تكون نتيجة تسهيل في تقديم الطلبات الخاصة بالسجل التجاري، وكذلك عدم وجود فترات زمنية تحكمك أنت كصاحب سجل تجاري. صحيح. أنت اليوم مقيد، لو قلت لك أنا سجلك التجاري على سبيل المثال ما لك إلا سنة أو سنتين تجدده وبعدين ما بتقدر، زين لربما يكون مشروعك يحتاج مدة أطول، فألغيت هذه الفترة، ففترة القيود الزمنية ألغيت. كذلك بالنسبة لي موضوع تجديد السجلات التجارية، كان في السابق عندك 3 سنوات الآن مفتوحة، فبس تم إضافة فقرة الغرامات. هي الفكرة ليست إلزامية، هناك طبعا بدخول السجل التجاري في مرحلة الإلغاء هي إجراء طبيعي، يعني هي فترة زمنية تجدد فيها السجل التجاري، لكن إهمال السجل التجاري بطريقة غير ملائمة قد يتسبب في أمور أخرى قد تكون فيها ضرر حتى على صاحب السجل نفسه. أخي فيصل، بالنسبة حق التاجر البحريني الآن بشكل عام، يعني كيف ممكن هو يتأثر؟ الله يسلمك. مثلا لو نرجع حق مثلا قرار 53، التاجر البحريني راح يتأثر إيجابيا، لأن اليوم الشركات العالمية بعد القرار اللي تم إصداره إذا هي تبغي توزع في مملكة البحرين أو تبيع منتجاتها في مملكة البحرين بتحتاج موزع بحريني عشان أن هي أو بالأحرى شركة بحرينية عشان توزع بالنيابة عنها. وكون الشركة تبغي تأتي مثلا في مملكة البحرين وإذا استوفت المعايير الجديدة، هذه راح يؤدي مثل ما قلت أن الشركات العالمية ذات أهمية اقتصادية كبيرة راح تدخل البحرين، وضيحة راح تدخل البحرين، راح تنافس مع تجارنا وترفع من يعني قدراتهم. وقرار رقم 62 63 مثلا يساعد في استمرارية عمل التجار والحفاظ على السجل التجاري في حال مثل ما تفضل أخي أبو عبد الله، في حال احتاج التاجر أنه هو يأخذ فترة زمنية على أساس أنه يجدد السجل ماله أو يفعل السجل ماله، يضيف الرخص، هاي الشيء راح يساعده. إذا إحنا اليوم عندنا مثلا بعض السجلات اللي تم الوقف العمل عليها في السابق كان ما يقدرون، فالتاجر اليوم يقدر يجدد السجل ماله حتى لو بعد فترة طويلة. نعم. وحتى الرسوم اللي تم فرضها أو الغرامات اللي تم فرضها حطينا سقف عليها عشان إنه بعد فترة طويلة التاجر ما يكون تجديد السجل عبارة عن عبء عليه. فهاي بعض الأمور يمكن اللي يمكن يعني هذه أخوي بدر الكلام، يعني أخوي فيصل الآن يمكن شوي طمن الناس، يعني أصحاب السجلات التجارية اللي عندهم نوع من التخوف، متخوفين من الرسوم الجديدة أيضا بالنسبة حق أصحاب السجلات الملغية. أي نعم. طبعا هاي ملاحظة مهمة أخوي عصام، يعني إحنا أنا حبيت من مكاني هذين أنا أطمن أصحاب السجلات التجارية. أنا بقول لهم إن يا جماعة ترى ما في شيء إلزامي، هذه اختياري. يعني يمكن أصحاب السجلات التجارية يمكن على دراية بطبيعة
إدارة السجلات التجارية من ناحية متى التجديد أو شنو الغرامات، وهذا شيء مستمرين عليه من سنوات. حبيت أؤكد على جزئية مهمة، أن احنا يوم تم وضع نظام القانون الخاص بالسجل التجاري في 2015، كانت الفكرة أن احنا ما نحمل أعباء على أصحاب السجل التجاري. على سبيل المثال، أنا اليوم انتهى سجلي التجاري، صار ملغي، أنا عندي 3 سنوات أن أنا أقدر أراجعه، هاي في السابق، اليوم فتحته أكثر. أنت مو ملزوم ترجع سجلك التجاري، وفي الأخير أنت ما عليك التزام، أنت فقط إحنا ليش نظمنا أو وضعنا موضوع اللي هو الغرامات؟ الغرامات مطبقة في كل دول العالم. إحنا نبي التزام بالإجراءات بالقوانين، هاي حفظا لمؤسسات الدولة للأفراد. صحيح. فهذه جزئية مهمة إحنا لازم ننفذها. بس اللي حبيت أطمن فيه أصحاب السجلات التجارية أن موضوع 500 دينار الغرامة اللي فرضت الآن، هذه ليست مفروضة على أصحاب السجلات التجارية، هذه اختيارية. إذا أنت بعد 10 سنوات على سبيل المثال اكتشفت أن عندك جزئية مثلا أصل من الأصول تحت سجل تجاري، أو هناك مثلا شيء يتعلق بسجلك التجاري وتحتاج تراجعه، قد تكون هذه المبلغ 500 أو 5000 دينار ولا شيء مقارنة باللي بتكسبه أو باللي بتستفيد من إرجاع السجل التجاري. فهو الموضوع موضوع اختياري، لا توجد أي إلزامية، لن يحاسب أصحاب السجلات التجارية على أي من هذه المبالغ إلا في حال أنه ما عدم التزامهم أنهم ما بغوا أن يرجعون السجل التجاري. وإذا بس تسمح لي أضيف نقطة، أن الغرامة حق أول سنة وثاني سنة وثالث سنة ما تغيرت، ما زالت 10 دينار على أول شهر، 20 دينار حق أول سنة، 20 دينار حق شهريا ثاني سنة، 30 دينار شهريا ثالث سنة. هاي الغرامة اللي تم إضافتها مثل ما تفضل أبو عبد الله، إذا أنت جددت سجلك بعد الفترة هذه تنطبق عليه ويا سقف 5000 دينار. فهاي النقطة لازم تكون واضحة. يعني احنا في النهاية نتكلم عن إجراءات تنظيمية، نعم، لا أقل ولا أكثر، نعم. ما في شيء مفروض اليوم إذا كنا نتكلم عن رسوم، هي في النهاية يعني اختيارية. نعم. غير ولا لن تكون مفروضة عليهم ولا في أعباء مستقبلية بتكون على صاحب السجل. يعني طالما أن أنت ملتزم ما في شيء بيتغير عليك. بالضبط. نعم. بس هذا الموضوع بكل بساطة يعني، نعم. أنا أعتقد أن الصورة اليوم يعني أصبحت واضحة، يعني ما قصرتوا، يعني إحنا أكيد يعني مقدرين قبولكم دعوتنا، وأنتوا يعني كفيتوا ووفيتوا، مشاهدين إحنا أكيد باسمكم نشكر الأستاذ فيصل صالح الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة، وبدر السعد مدير إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة، كل الشكر لكم. مشكورين. مشاهدينا شبابنا البحريني لا يعرف المستحيل، دائما ما يعني يستمتع يعني من خلال إصراره وعزيمته لرفع اسم المملكة عاليا في يعني كل المحافل طبعا والمسابقات. الزميل يوسف أحمد أخذنا إلى دانات لنتعرف على الشاب البحريني كوميل رضي طبعا اللي حقق جائزة رد العملية لعلم الأحجار الكريمة في بريطانيا. دائما ما شبابنا البحريني يكون مميز ومبدع في كل المجالات. اليوم أنا موجود في معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة دارات، راح نتعرف على شاب بحريني حقق إنجاز البحرين تفتخر فيه في جمعية الأحجار الكريمة ببريطانيا. خلونا نتعرف على الشاب البحريني كوميل رضي. كوميل رضي خريج فيزياء من جامعة البحرين، التحقت بمعهد دانات في برنامج المتدربين ضمن التدريب الصيفي لجامعة البحرين، وبعدها أثبت نفسي ودانات كانت تهتم باستقطاب الكوادر الشبابية، فالتحقت بهالمجال. ومجال اللؤلؤ والأحجار الكريمة من المجالات الممتعة، حرفياً الممتعة، والأشياء اللي فيها جداً جميلة. وكذلك يعني من أهم النقاط في هالمجال أنه يحفظ لنا الإرث البحريني المتمثل باللؤلؤ. ومع الدانات كان مهتم باستقطاب الكوادر الشبابية وتمكينها، لذلك عرض علي أن أتوظف في هذا المكان، وبالعكس كانت فرصة جداً جميلة واستغليتها. اللؤلؤ إذا بنتكلم عنه خامة طبيعية جميلة جداً وغنية تراثنا، يعني مجرد إذا احنا نشوف لؤلؤة واحدة يعني مرتبطة شعورياً وعاطفياً وجمالياً بالبحرين. فهذا المجال وتوظيف مهاراتي وقدراتي المتمثلة بدراستي للفيزياء والمهارات الثانية في إنه شلون ممكن نطور هذا المجال ونحفظ تراثنا كبحرينيين. ومن ضمن برنامج تطوير القدرات الشبابية في دانات عرض علي أن أخذ دبلوم الأحجار الكريمة، فبذلت جهد وأوقات كبيرة علشان
أصب كل جهدي وأتمكن من تجاوز التحدي. يعني والحمد لله الله وفقني وتجاوزت التحدي، ويعني كسبت والمعهد البريطاني أعطاني هالجوائز. دريت إن أنا نجحت ضمن دبلوم في الامتحان النظري والعملي، فالحمد لله خبروني الجماعة اللي تواصلوا مع المعهد إن نجحت، فحزتها شعور إيه قدرت، يعني نهاية التعب مالي توج إن أنا نجحت وجبت درجة مرتفعة. حزتها ما كنت أدري إن في جائزة اسمها جائزة ريد لأفضل ورقة عملية. فأول ما قرأت الإيميل إن تم اختياري من ضمن لجنة الممتحنين إن ورقتي العملية كانت أفضل ورقة عملية خلال هالسنة على مستوى العالم. فأول ما قرأت الإيميل ما استوعبت قرأته مرة ثانية إنه أوه فعلاً الجانب العملي مالي كان أفضل ورقة عملية خلال هالسنة. فدايركت خبرت بيتنا، خبرت زملائي، خبرت مديري في العمل، وكلهم فرحوا بهالإنجاز وما كانوا عارفين بهالجائزة. والجائزة بحد ذاتها إذا ما نعرفها هي تمنح سنوياً لأفضل ورقة عملية ضمن دبلوم الأحجار الكريمة. أوكي، نقطة أخيرة أحب أن أضيفها، يعني إحنا كطاقات وشباب بحريني تواجهنا تحديات، تواجهنا صعوبات، لكن الشيء اللي يميزنا عن غيرنا من الشباب أن إحنا نقبل هالتحديات ونتقبلها ونتجاوزها ونتفوق عليها، وبالتالي تتطور مهاراتنا أكثر وأكثر ونرفع اسم مملكة البحرين فوق. كمير رضي مثال على الشباب البحريني اللي ليه قالوا فعلوا. دائماً ما تمتاز شبابنا البحريني بمختلف من الطاقات في مجال اللؤلؤ والأحجار الكريمة، واليوم خلال تواجدنا في دانات هذا المكان اللي احتضن شبابنا البحريني المميز اللي حافظوا على هوية وإرث مملكة البحرين. شاهدنا العصا البيضاء هي أداة أساسية يستخدمها طبعاً المكفوف للتنقل بأمان، وتعتبر أكيد رمز استقلاله وحقه في الحياة المستقلة. دعم المكفوف يتطلب توفير بيئة شاملة أكيد تساعده في التعليم والعمل والتفاعل مع المجتمع، بتوفير هذه الظروف اللي أكيد تمكنه من المشاركة بفعالية في جميع جوانب الحياة، وهذه أكيد يعزز المساواة والدمج الاجتماعي. للحديث حول مساندة المجتمع للكفيف معنا في الاستوديو علي محمد حاجي، مدير جمعية الصداقة للمكفوفين ورئيس لجنة فن الحركة والتوجه ورئيس اللجنة المنظمة لمسيرة العصا البيضاء، وهو أكيد طبعاً الأستاذ عمر بوهيلة، غني عن التعرف، معروف طبعاً في الأنشطة، هو عضو متطوع بالجمعية ومدرب في فن الحركة والتوجه واستخدام العصا البيضاء. يا هلا ومرحبا فيكم، حياكم الله. يا هلا يا مرحبا. يعني احنا طبعا اكيد اهداف الجمعيه هي جمعيه عريقه ولها تاريخ واهدافها واضحه وواصله يعني للامانه، لكن احنا لو بنتكلم اليوم بدايه عن ابرز الانجازات المتحققه لهذه الجمعيه في الفتره الاخيره. طبعا احنا جمعيه يمكن تاسيسها من 1981. نعم. وطبعا اهدافنا احنا اهداف الرئيسيه بيكون لو اتاحت الفرصه حق الكفيف عشان يؤدي رسالته في المجتمع، وهي أهم شيء. نعم. تسهيل تنقلهم من مكان لمكان، عندنا اللي هو دراسة البحوث والدراسات وكذا نقدمه، وعندنا طبعا عدة لجان في الجمعية، لجنة المرأة، وعندنا لجنة ثقافية ولجنة اجتماعية ولجنة رياضية. نعم. فهاي اللجان طبعا كل لجنة لهم أهدافهم، يقدمون برامجهم لتسهيل الأمور. نعم. فطبعا تطورنا أكثر بيكون له هو بمساندة الكفيف، مساندة الكفيف في دراسته، في دمجه في المجتمع، في طبعا من عدة برامج اللي احنا بدأنا يمكن تونا من فات البرنامج اللي هو تدريب على الكمبيوتر. الكمبيوتر الكفيف يقدر يستخدم كمبيوتر كمبصر عادي بيكون، فتوني كان دعم من الشيخ مرام طبعا للدورة، والحمد لله نجحنا في الدورة وتقديم الكمبيوترات لهم،
تقديم بعض الأجهزة لهم عشان في دراستهم في تطورهم. وعندنا طبعا بالنسبة لاهتمام بالأطفال لو عندنا روضة الأطفال لو المركز احنا نسميه المركز الحين بنبتدي الكفيف من هو سنتين دربه فبيكون تدريبه في الدراسة في المهارات الحركة في مهارات عدة مهارات لين يكبر ويتم معنا ك نعم جميل دراسة. جميل جميل أخوي عمر يعني كلمنا عن قصتك مع الجمعية وشون اللي دفعك للانخراط طبعا في الجمعية كعمل تطوع كمتطوع طبعا أنا في العمل التطوعي من 1990 جميل كنت أعمل في العمل التطوعي نعم. وكنت أسمع عن الجمعية جمعية الصدقة المكفوفين بس ما كان عندي فرصة أني يعني أدش داخل وياهم جاتني الفرصة سبحان الله من شخص كفيف يبيني أواصل الجمعية نعم فركبت معي السيارة في ذيك الفترة وكان هو اللي دليني ما يعني ما دل الجمعية ما أعرف وين موقعها كان هو يقول لي الحين قال بيك المرتفع الأول الحين روح يمين فاستغربت وهاي الشيء حمسني زيادة إني أدش يعني وأشوف هاي يعني الناس دلين شلون عايشين وأول ما وصلته لزم عليه قال لي بيك تنزل فنزلت واللي شفته تفاجأت فيه شفت ناس قاعد تلعب الدومنة وناس تلعب البتة وناس يلعب على الكمبيوتر وناس يعني تقرأ الكتب طبعاً بال يعني وضع طبيعي فقلت وين المكفوفين من هم المكفوفين بالضبط سبحان الله فشدني المكان بس وحبيت المكان نفسه طبعاً وهم بعد الأستاذ علي قدامي وأقدم له الشكر يعني اللي هو اللي هم بعد مساكني وحاول يطور مني يعني ودخلني الدورات يعني خلاك على المسار الصح بالضبط ف نعم. يعني جميل. انا اتكلم انا رئيس جمعيه خيريه واعمل في المجال العمل التطوعي بس مجالي في جمعيه الصدقه المكفوفين تقريبا اكثر لوغاتي كلها عندهم في ميزان حسناتك ان شاء الله يعني انتم ايضا عندكم مهمه ساميه و يعني انسانيه وصعبه انا اتوقع يعني وتتمثل في كيفيه اليوم رفع الوعي المجتمعي وعي المجتمع بقضايا يعني هذه الفئه المكفوفين خلينا نقول احنا طبعا احنا بالنسبه لنا عندنا عده برامج وعندنا عده اشياء ومثل ما تفضلت اول هدف كان هو تحت فرصه لدمجهم او يدي رسالتهم في المجتمع فاحنا مشاركين في المجتمع في اي برامج اي انشطه اي احتفالات اي مناسبات اي كذا فالكفيف نعتبره كمبصر فنشاركه في اي برنامج فنخلي المجتمع يحسون ان الكفيف يؤدي دوره في المجتمع فطبعا هاي الحركه اللي تصير في المجتمع والمجتمع يشوفون هالكفيف شلون قاعد يقدم اشياء يعني يمكن مو متوقعينه فهي احنا نوصل رسالتنا حق المجتمع ان الكفيف هاي وجوده وهاي الكفيف وهاي مثل ما يقولون يؤدي كل ما يؤدي المبصر واكثر يمكن انا كمبصر ساعد استفيد بالمكفوفين استفيد في برامج كمبيوتر انا استفيد من الكفيف يمكن اكثر فهم ما شاء الله عليهم لان السمع عندهم يعني حققوا انجازات يعني استضفنا احنا ناس منهم وايد يعني مثل الفئه العزيزه يعني اصحاب انجازات يعني اي في كل مجال نجاح و يعني ملهمين بالتاكيد يعني انا أكيد. يعني في السياق ذي الموضوع يعني استوقفني مصطلح اللي هو فن الحركه فن التوجه والحركه والتوجه والحركه أيوة. فن التوجه والحركه انتوا اثنينكم طبعا قاسم مشترك تدربون يعني في الجانب طبعا انا دربني الاستاذ علي حاجي اول ما دربني ذي الدوره الاستاذ علي حاجي طبعا هي اسمها فن التوجه والحركه قبل كانت بس يعلمون على العصا شلون هذه العصا البيضاء شلون الكفيف شلون الكفيف يمشي بالعصا احنا نبي الجديد الحين الحين الجديد اسمها فن التوجه والحركه والمهارات الحياتيه او المهارات اليوميه اوكي يعني صارت حياتهم كلها الدوره ذي تعلم الكفيف شلون يعتمد على نفسه شلون يركب السلم الكهربائي شلون يركب السياره شلون يسافر بروحه شلون وصلت لحين شلون يطبخ شلون ما شاء الله يعني شلون يرتب سريره
شلون يعتمد على نفسه اعتماد كلي. نعم. يتساوى مع المبصر. نعم. أنا طبعاً يمكن أضيف وعيسى طبعاً أنا من شفت الشاب نشيط وكذا واعتمدت عليه ولحين أنا أعتمد عليه ما شاء الله عليه لأنه هو مثل ما يقولون ماشي كل الأمور. بالنسبة لإحنا حتى بالنسبة للدورة والتوجيهات هاي مو بس حق المكوفين، إحنا نقدم حق كل المجتمع. يمكن أنا فترة مقدم حق موظفين شركة طيران شلون يتعاملون مع الكفيف لأنه يحضر إلى طيران، شلون في الطيارة، شلون في كذا. فنعطي دورة حق كل الجهات، جمعيات النسائية، نعطي دورة حق مدارس، نعطي دورة حق مثلا نقول المستشفى شلون يتعاملون مع الكفيف إذا بيكون في المستشفى. إذا مو بس للكفيف، احنا نعطي للمجتمع نفسه عشان يقدرون يتعاملون مع الكفيف. يعني في دورة اسمها اتيكيت التعامل مع الكفيف. احنا خلينا نذكر المشاهد بالعصا. العصا احنا طبعا تفضل تاريخ العصا البيضاء، يمكن اعطيكم بس فكرة عن تاريخها. تاريخه طبعا كان انجليزي اسمه جيمس، كان عايش في مقاطعة بريستول في انجلترا، فكان من حادث فقد بصره ذي. نعم. تالي كان في عمله كان شويدي، فبدأ في 1920. نعم. فأخذ العصا وصبغه باللون الأبيض وقدر يمشي روحه، فقدر يمشي حياته من هاي العصا. في سنة 1930 يانا جورج ليون اللي هو من انجلترا وذي، فقال خلينا نصبغ العصا باللون الأحمر عشان يكون سيارات من بعيد يكون عاكس يعني. للنور فيعطي ذي. فبدأوا يسوون في سنة 1931 يعني الدكتور هير، دكتور هير من فرنسا، فقال لازم المكوفين يدربون على العصا عشان يستخدمونه. في سنة نفس السنة 1931 بي بي سي أعلنوا أنه لازم يكون هاي عالمياً على الكل. نعم. وتابعاً إحنا في ظروفنا هذه في أكتوبر 1964 كونغرس الأمريكي أعلنوا أنه لازم يكون يوم للعصا البيضاء اللي هو 15 أكتوبر يكون. نعم. مناسبة عصر البيضاء. نعم. فإحنا البحرين يمكن جميل. أول ناس بدأنا في احتفالات بهاي العصر البيضاء والمسيرات النسائية. أخوي عمر، يعني ممكن تقول لنا قصة فيها نوع من الإلهام يعني مع أحد المتدربين أو أحد من هذه الفئة العزيزة؟ طبعا دربت أنا الحين تقريبا ثلاث دورات. نعم. و غير مو بس للمكفوفين حتى للمبصرين. نعم. اللي شفتها منهم انهم يعني فيهم خوف. نعم. وما عندهم يعني الثقه بالنفس انهم يمشون مثلا، وفي ناس تخاف من الناس، ما قلت لك السلم الكهربائي، وناس تخاف من يعني الشارع صوت السيارات. فاللي اكتشفته اول ما علمت من الدوره يعني اللي استأنست فيه إن شفتهم لا يقولون لي ترى إحنا طلعنا من البيت ورحنا مثلاً منطقة ثانية من المناطق من مدّاكم، روحنا جربنا بروحنا، رحنا وردينا فعرفت إنهم عندهم إصرار، عرفت إنه عندهم يعني ما شاء الله عليهم يعني شو أقول سيطرة إنهم يبون يسوون عزيمة العزيمة يبون يسوون هاي الشيء يعني. بس كانوا تحدي بالضبط تحدي بينهم وبين نفسهم، فشفتهم ما شاء الله عليهم يعني. أنا يعني بس أوجه تحية حق جاري العزيز إسماعيل يوسف، بو يوسف إسماعيل يوسف، إسماعيل يوسف الجوهري أو الجوري إسماعيل يوسف. إيه بو يوسف. إيه هذه احنا كنا صغار ونشوفه يون يعني اصدقائه من نفس الفئه، كان ياخذهم البيت يوديهم البراده ويدش البراده ويبطل الثلاجه ويقول حق واحد اسمه عصام الله يذكره بالخير بعد وجهه تحيه، عصام ايش تبي انت، تبي الفراوله ولا تبي البرتقال؟ فالفراوله تفضل هاي الفراوله. انت يتحسس بس هو سبحان الله يعني طريقه التغليف حتى يميز. انت اسم اللي هو اللي وداني الجمعيه، هو اللي وداك الجمعيه. نعم. اسماعيل يوسف قديم هو اللي وداني الجمعيه. نعم. اسماعيل يوسف قديم مع علي احمد تحيه ابو يوسف.
يعني احنا قبل ان نختم وبشكل مختصر، لو اليوم بنسال احنا عن ابرز التحديات اللي تواجه هذه الفئه العزيزه، التحديات. التحديات احنا طبعا المكفوفين ما عندهم شيء تحدي، اي شيء قدامهم يصرون على ان يقدمون ويقومون بهالتحدي. خاصه احنا عندنا بالنسبه لهم من اي شيء نقول لهم قالوا احنا نقدر نسوي، تقول لهم كذا قالوا احنا نقدر نسوي. فحين صار تطور 180 درجه، صار تغيير للمكفوفين. فدائما تشوفهم هم يبتدون بالتحدي ان احنا نقدر نسوي ذا الشيء. يمكن كذا شيء، يمكن الاعلام نفسه دخلوا عندنا مكفوفين عندكم في الاعلام، كانوا يقدمون برامج. هاي التحدي كانوا وقدروا نجحوا في تقديم برامجهم. فهم يصرون في اي شيء يشوفونه يقول لك احنا بنقدم وينجحون في تقديمه. فاحنا الحمد لله ان المكفوفين دائما دائما متشجعين في تقديم اي شيء، واحنا دائما نفتخر بوجودهم كزملاء لنا في العمل، ونفتخر بوجودهم كاصحاب انجازات من خلال هذا البرنامج وكافه البرامج الزميله. دائما يعني عندما نتطرق الى موضوع الالهام والانجاز، لابد وان يكون هناك احد من هذه الفئه العزيزه موجود وحاضر بانجازه وببصماته المشرفه. الدوله وفرت البنيه التحتيه، انتم لكم كجهه اهليه دور ايضا وتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقه. قصص نجاح كثيره انتم نسجتوها، يعني فيما يتعلق بتوفير الحياه السهله لهذه الفئه طبعا، وادماج هذه الفئه وتمكين هذه الفئه طبعا من كل ما تستحقه. احنا نتكلم انسانيا مهنيا واجتماعيا. بارك الله فيكم. احنا اكيد مشاهدينا نشكر باسمكم طبعا اكيد علي محمد حاجي مدير جمعيه الصداقه للمكفوفين، وعمر عيسى ابو هيله عضو متطوع بالجمعيه. كل الشكر لكم. شاكرين لكم. واحنا شكرا دائما من الاعلام احنا دائما نطلع. الله يسعدك. من الاعلام. شكرا شكرا شكرا. مشاهدينا فاصل وراجعين. قامت وزارة شؤون الشباب وطبعا بالتعاون مع فريق أفق، وبهدف تعزيز أكيد دور ريادة الأعمال وتوسيع مدارك فهم الناشئة والعمل والتعلم على التفكير النقدي وحل المشاكل، أقامت وزارة شؤون الشباب برنامج تألق الذي يستهدف الناشئة من 7 إلى 10 سنوات. وللحديث أكثر حول هذا البرنامج ينضم لنا في الاستوديو المدربة أمجاد الأنصاري والمشارك جاسم المحرزي. أهلا ومرحبا فيكم. سانا خلوني أبتدي يعني قبل تسجيل انبهار وإعجاب. يعني إحنا كنا قبل الهواء طبعاً أكيد كنا قاعدين في القستروم، داش علينا الأخ جاسم وياني بكل ثقة وبكل حماس وسلم علي، شلونك؟ طيب الله يسلمك. وهذه حمسني أكثر لهذه اللقاء يا جاسم، بارك الله فيك، يعني ما قصرت. عموماً خلونا إحنا نبتدي الآن الفقرة، بداية مكلمين أكيد عن برنامج تألق وأهداف البرنامج. بداية أشكركم على هذه الاستضافة اللي هي بصراحة دافع حق الطاقات الشبابية. الله يسلمك. معكم أمجاد الأنصاري، مدربة ومعلمة ومؤسس الفريق. يعني برنامج تألق هو جزء من فريق أفق اللي نحن انطلقنا فيه أثر حاجة مجتمعية لاحظناها. أن لاحظنا أن نحتاج اهتمام شوي إلى غرس القيم والهوية والمهارات الحياتية عند الناشئ، أو للأسف شوي مع انشغال الأهالي يعني مع عجلة الحياة السريعة، وشوي يعني ما قاعد نعطي أولوية حق هاي الموضوع حق يعني في المدارس في المناهج، مع رغم أولوية هاي الشيء، إلا أن إحنا انطلقنا في هاي البرنامج اللي هو برنامج تألق الصيفي، وهذه ثالث سنة لنا. يهدف البرنامج التركيز على 4 محاور: محور المهارات الاجتماعية، محور مهارات الذكاء العاطفي، وأيضا التفكير، وأيضا ريادة الأعمال. والذكاء الاجتماعي. والذكاء الاجتماعي. ترى مهم الذكاء الاجتماعي. خصوصا جاسم تميز فيه. يعني جاسم شو اللي خلاك تتشارك في ذي البرنامج؟
اللي خلاني أتشارك لأن في الموسم الأول استفدت أكثر، وفي الموسم الثاني رجعت عشان أستفيد أكثر. نعم. وخلاني. يعني أنت المشاركة الأولى كانت دافع، لكن أنت تشارك مرة أخرى يعني. إيه. لأن كان في استفادة. إيه. فأنت طمعت قلت أبي بعد الاستفادة تكون أكبر. إيه تسوي. هذه طمع حلو إيجابي. عشان يصير بعد معي ثقة أزيد. ثقة نعم. إيه والشجاعة بعد. كفو، لا انت واثق من نفسك وانت شجاع، واحنا التمسناها وكل فريق كان في الكنترول. والله تقول لي نور احنا كلنا التمسناها يعني. الله 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 يثبتك ان شاء الله. يعني هذا النوع من البرامج اختي امجاد بالتاكيد له انعكاس على الجوانب التربويه ايضا، انعكاس ايجابي يعني. اكيد نحن يعني الهدف الاساسي او التركيز الاساسي لما نحن بنقدم البرنامج بصراحه احنا نهدف اساسا ان احنا يكون عندنا بيئه حاضنه حق تجارب مصغره اجتماعيه. أي. من خلالها، من خلال الالعاب، من خلال التجارب، من خلال الرحلات، من خلال يعني الاعمال اليدويه، كل هذه بعدها يكون في جلسات نقاش نستخلص منها القيم والمهارات اللي نحتاجها ان احنا نغرسها، اضافه الى تواصل مع اولياء الامور. طبعا في جانب وايد كبير، لان اذا احنا بنقول شيء تربوي لازم يكون في جنبا الى جنب تعامل مع ولي الامر. نعم. فنحن يعني من دي 1 او قبل اليوم الاول احنا نعرف شنو اهداف كل ولي امر في ابنائهم. هذا شيء مهم، نكون حاطين في بالنا شنو نقاط الضعف بحيث ان احنا ما نبتدي من الصفر مع كل مشارك. احنا نعرف شنو الاهداف كان محتاج مثلا. مثال جاسم الموسم الثاني اللي شارك فيه. أي. كان قائد فيه، احنا اول مره كان في مشارك. أي. بما ان احنا فريق نسائي. أي. فكنا نحتاج مثل جاسم وما شاء الله عليه وشخصيته كان يساعدنا في يعني شخصيه قياديه. هو شخصيه قياديه فعليا يعني، كان ما شاء الله عليه ترى ونظره. شوفي نظره، نظره قائد ما شاء الله عليه. الله يحفظك ان شاء الله. انت ما شفته شلون في الحفل الختامي وفي يعني في المعرض اللي شارك فيه. يلا ثاني عزمونا نشوفه ان شاء الله. اكيد شجعك بعد ان شاء الله. ان شاء الله جاسم، يعني استاذه امجاد تكلمت عن مهارات، يعني كلمنا عن المهارات او اهم مهاره انت تعلمتها في البرنامج. شنو تعلم، شنو استفدت؟ المهارات اللي استفدتها احنا قلنا احنا في استفاده النسخه الاولى وجيت النسخه الثانيه عشان تكون الاستفاده اكبر، شنو استفدت مثلا؟ استفدت المهاره اللي استفدتها الثقه والشجاعه. نعم. ومهاره القائد بعد وتنظيم الوقت. الله عليك، تنظيم الوقت شلون تنظم؟ يعني الحين انت اون تايم دائما، انت على الوقت الحين؟ ايه. لو انا مثلا جيت شوي متاخر، يعني انا متواعد وياك 9 مثلا ويته كانت 9:10، ايش بتقول لي؟ بتعاتبني ولا بتسامحني ولا بتقول لي لا تعيدها مره ثانيه؟ احنا نشوف الناس المنظمين ذيلا شلون يتعاملون ويا الناس اللي ما عندهم التزام بالوقت. ايش بتقول لي؟ بقول لك يعني لا تاخر مره ثانيه، لان هو الوقت اللي انت طلبته، انت طلبت 9 او اللي اتفقنا عليه. ايه يعني تي على الاتفاق. اي قائد. اي والله. اي بيضبطهم ان شاء الله. طيب بالنسبه حق التطبيقات اللي انتم من خلالها تسعون لتكريس الهويه الوطنيه، شنو هي التطبيقات اللي تستخدمونها اختي امجاد؟ يعني الحمد لله رب العالمين هاي السنه قدرنا ان احنا نقدم اكثر من جانب، من ناحيه الرحلات ومن ناحيه التعاونات الخارجيه. فمن ناحيه هذا الجانب كان عندنا رحله الى المتحف. أي. واستانسوا واستمتعوا وايد المشاركين في رحله البحث. أي. عن الكنز. أي. فكان في لمحه عن البحرين قديما. ممكن جاسم بعد يقول لنا عن هاي التجربه اللي جربها. اي كلمنا عن التجربه هذه، التطبيقات الوطنيه. طبعا زرنا متحف البحرين واستفدنا شلون ان كانوا البحرين قديما. جميل. انت تبدش بعد مجال رياده الاعمال؟ اي ابي ادخل. ليش؟ لان وذي البرنامج بيساعدك؟ اي البرنامج بيساعدني. ليش؟ لأن ذيك المرة برنامج أفق ودانا محلات عجيب، أعطونا تقريبا 5 دينار. إنزين؟ إنزين. ولازم نحافظ عليهم، يعني نطلع باقي، يعني إنه مو ما نصرفها كلها. إيه ما نصرفها كلها، نصرفها في الأشياء المهمة ونطلع إحنا. المهم إن عندنا باقي من ال5 دينار. إيه. حددوا لكم فترة زمنية؟ لا. لا ما حددونا، بس هي الجولة. ايه ان نهاية الجولة انت عندك موفر. ايه موفر.
وبعد وبعد انت طبعا وفرت وفرت انت اي وفرنا زين. وبعد في الحفل الختامي خلونا نبيع الاشياء اللي تحتاج انها تنباع يعني فحصلنا من وراها فلوس. لا لازم نضبط العلاقات وياك انت جاسم. لا ما شاء الله عليه ترى موهوب بيسوي رسومات بالاعمال اليدويه ما شاء الله عليه. كان بيع المعرض الختامي ما شاء الله كل الاعمال اللي باعها هو واخوه حمد. هل جاسم يصير ربع؟ الله يحفظك ان شاء الله. لو بسألك انا طبعا شنو المتميز او شنو المميز في هذا البرنامج ألق؟ الحمد لله رب العالمين يعني كان في تعاون كبير من الجهات عديده ابرزها وزاره شؤون الشباب صراحه ما قصروا يعني خلينا نقول من بدايه بدت الفكره من 3 سنين مع بداية أول مشروع ما قصروا معنا يعني من المراكز الشبابية مركز مدينة حمد مركز المحرق مركز المركز العلمي جميل. كلهم ما قصروا صراحة وجههم تحية حتى يعني عديد من المشاركات المجتمعية اللي حصلناها المؤسسة الملكية ألعاب عجيب ما قصروا بعد وايد يعني ما يحضرني بصراحة حاليا الجامعة البريطانية يعني كان في العديد من المشاركات اللي أثرت هذا الموسم وبصراحة يعني هاي الحمد لله رب العالمين فخر وشيء نرفع فيه إن إحنا عندنا هاي التكافل الاجتماعي إضافة إلى أن البرنامج يميز طاقم يعني أنا أقول يمثل المرأة البحرينية وحبها واهتمامها في خلينا نقول النقص اللي احنا شفناه مجتمعيا اجتمع الفريق علشان يغطي هذا النقص إضافة إلى المحتوى التربوي اللي احنا نحاول نطرحه والتجديد أيضا في طريقة الطرح اهتمامنا بشكل فردي حق كل مشارك مع ولي أمره أيضا التجديد مع مثل ما قلنا مع الجهات المختلفة كل موسم كل هذه الأشياء يعني أنا أعتقد أنها تخلي البرنامج لا تميز الخاص لا هو لا تميز الخاص وإحنا اليوم نستشفى أنا شخصيا نستشفى من خلالك أنت كأحد القائمات على هذا البرنامج ومن الثقة اللي تحل بها جاسم والشجاعة والذكاء الاجتماعي حقيقة أنت كنتيجة يعني تأكد وتؤشر على نجاح وتميز هذا البرنامج كل التوفيق لكم إن شاء الله إن شاء الله إحنا بعد نلتقي مستقبلا مع أيضا يعني مخرجات أخرى مثل جاسم وشرواك كل التوفيق واحنا ان شاء الله متواصلين بتواصل معاك جاسم ما بخليك انت الحين صرت تاجر انت معنا الله يحفظك ان شاء الله يعني اكيد احنا هذه الفقره كانت مسك الختام مشاهدينا اكيد نشكر المدربه امجاد الانصاري والمشارك جاسم المحرزي طبعا بالتوفيق لكم مره ثانيه وكل الشكر يعطيكم العافيه جزاكم الله خير الله يسلمكم ومع هذه الفقره نكون وصلنا لختام البرنامج بامكانكم مشاهدينا المشاركه والتواصل مع البرنامج عبر الايميل الظاهر لكم اسفل الشاشه نلقاكم باكر في نفس الموعد في امان الله خلاص.